تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الاثنين اللي أحبه، كل اثنين ثاني يوم الأسبوع. إن شاء الله يكون أمس الأحد كان بداية جميلة لهذا الأسبوع. هذه محدثتكم دكتورة ندى الملا، طل عليكم من خلال برنامجكم برنامج صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. برنامج صحة وسعادة هو دائما نقول هذا هو برنامجكم، مو برنامجي أنا، برنامجكم أنتوا، نثريه بملاحظاتكم وأراءكم وتواصلكم بشكل عام. عندكم سؤال، عندكم ملاحظة، سمعتم معلومة طبية حابين تأكدوا منها، عندكم شكوى، عندكم شكر، أيا كان نوع التواصل فإحنا دائما نسعد بتواصلكم، لأن دائما تواصل المستمعين في البرامج كلها خصوصا برامج الإذاعية يثري البرنامج، يخليه يطرح مواضيع ممكن إحنا ما طرحناها من قبل أو ما على بال نطرحها. فتواصلوا معنا عن طريق أرقام التواصل على 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. طبعا إن شاء الله بنكون معاكم تقريبا على مدى ساعة على الهواء، فاستغلوا الوقت وطرشوا أسئلتكم من بداية الحلقة عشان يكون في وقت نعطي مجال إن نجاوب السؤال بشكل كامل وكافي، ما نكون مثل ما يقول مضكوكين على نهاية البرنامج ونختصر في الأجوبة. مثل ما تعودتوا دائما في بداية البرنامج أول شيء ننتقل إلى فقرة السوشيال ميديا، خلونا نشوف شو عندها أسماء الجناحي وما هو حديث السوشيال ميديا. يا صباح الورد يا أسماء. صباحكم الله بالنور والسرور دكتورة، عليك على كل المستمعين، حياك الله. شو عندك اليوم في السوشيال ميديا؟ عندنا بعض الملاحظات اللي احنا نتمنى يعني نحطها، من ضمنها مبادرة طبيب لك المواطن. نحن دائما كل يوم تقريبا نحط معلومة عن هاي المبادرة اللي ان شاء الله قريبا سيتم اطلاقها. نعم. فنحن من الأشياء اللي حطيناها أن هدف المبادرة هو اللي أكد عليه صاحب السمو الشيخ حمد بن راشد آل مكتوم في البند الخامس من وثيقة 50، وهذا ما نعمل على تحقيقه. هذا من ضمن النقاط. غير هذا أن اليوم بنطلع إن شاء الله مباشر الساعة 11 ونتكلم عن مرض سرطان الغدد الليمفاوية. بيكون في ساعة كاملة مع الأخصائيين ومع الاختصاصيين نتكلم فيه عن هذا المرض. فنتمنى أن يكون موجودين معنا. بنكون على حساب هيئة الصحة بدبي بإنستغرام، حساب برق الإمارات وبرق الصحة بإنستغرام كذلك، وعلى بريسكوب هيئة الصحة بدبي بنكون مباشر، واللي عنده أسئلة ممكن يسألها وقت الحلقة وقت النقل المباشر. غير هذا الحساب بنقول أنه في عودة الملاحق ملحق اللغة العربية مع البيان كان أمس، وملحق اللغة الإنجليزية مع الجلف نيوز اليوم. ممتاز. ونختمها بالرسالة الصباحية اللي عودناكم فيها. ثقتك بنفسك تأتي بيقينك بأنك مستعد لمواجهة كل ما تجهله وكل ما يعيقك. صباح الثقة بالنفس. وأنتم بصحة وسعادة. وأنت بصحة وسعادة يا أسمى حبيبتي، شكرا لك. من فقرة السوشيال ميديا راح ننتقل إن شاء الله إلى الفقرة التوعوية الغذائية. اليوم نتكلم عن موضوع مختلف شوية، دائما نتكلم عن كيف واحد يفقد وزنه، كيف يحافظ على قوامه، اليوم نتكلم عن النحافة والغذاء. يعني لنحيف وايد ودائما يبي يسمن حليل، هذا ما يعطونا دائما وي، دائما يشوفون المتين اللي بيضعف. فاليوم بنعكس الآية، نشوف الضعاف اللي يبون يمتنون أو اللي يحسنون صحتهم شو يسوون. فهذا راح تكلمنا عنه إن شاء الله أخصائية التغذية الأستاذة مريم علي. يا صباح الورد يا مريم. صباح النور، حياك الله بصحة وسعادة. الله يحييك، نصبح على مستمعينا الكرام. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع النحافة، وتخص خاصة النحافة اللي هي سبب في سوء التغذية. أول شيء نعرف النحافة بشكل عام، يعني هي عبارة عن انخفاض وزن الجسم عن المعدل الطبيعي. نعم. اللي هو أن معدل كتلة الجسم تكون أقل من 18.
نعم أسبابها طبعا تكون هاي، مو شرط كل نحيف معناته أنه لازم يكون مريض، نعم فلازم طبعا يكون فيه النحيف هذا يكون تحت إشراف طبي أساس نعرف إذا هذا الإنسان يعاني من مرض أو لا. الأسباب تكون طبعا ممكن تكون أسباب وراثية، وممكن ناتجة عن أسباب مرضية مثلا اضطرابات في الغدد، الحساسية من بعض الأطعمة اللي قد تسبب أسر في الهضم وصعوبة في امتصاص الطعام اللي تؤدي إلى فقدان الشهية. نعم والسبب الرئيسي اللي هو اتباع العادات الغذائية الخاطئة اللي تكون نتيجتها ممكن هي النحافة. من خلال النحافة كيف نعرف أن الشخص هذا نحيف؟ الأعراض تكون طبعا ضعف عام في الجسم، خسارة كبيرة في الوزن، الإرهاق، الأرق، الدوخة، ضعف في الشعر، التساقطة، عدم انتظام الدورة الشهرية في الفتيات، ممكن الإنسان يكون مصاب بالإمساك، آلام في المعدة، ممكن يكون فيه جفاف كذلك. المضاعفات هاي كلها يعني المضاعفات في ممكن تكون مضاعفات مع هاي الأعراض نتيجتها نقص في المعادن والفيتامينات والعناصر الأساسية اللي يحتاجها الجسم، مما تؤدي إلى مثلا الإصابة ببعض الأمراض اللي ناتجة عن سوء التغذية اللي هي فقر الدم، ممكن يكون في مثلا خطر التعرض ل الكسور، فقدان الكتلة العضلية، مشاكل ممكن تكون في الكبد والقلب، وممكن الإنسان يكون عرضة للاكتئاب. صحيح. نعم تفضلي أستاذ مريم. في عنا العلاج، يكون العلاج تحت إشراف طبي أولا، وبعدين ممكن يكون تحت اللي هو الإشراف الأخصائية التغذية. ممتاز، فاحنا ننصح الجميع اذا عندهم نحافه شديده او نحافه مرضيه يتوجهون لاخصائي التغذيه، يعني مو بس الوزن زايد يبين يضعف، ولكن حتى النحيف اللي تكون ياثر على مثل ما قلتي على الجلد عنده والشعر وعلى صحته بشكل عام، لازم يتوجه لاخصائي التغذيه عشان ياخذ النصائح اللازمه. شكرا لك استاذه مريم علي، اخصائيه التغذيه في هيئه الصحه بدبي، هذه المداخله، ونهارك سعيد. نهارك سعيد. شكرا حبيبتي. طبعا مثل ما تفضلت أستاذة مريم بخصوص النحافة، مو كل نحيف يكون صحي ومو كل نحيف يكون مريض، فلازم نفرق بين هالاثنين. متى يكون نحف نحف يكون صحة معناها لياقة وصحة زينة، ومتى يكون عبارة عن مرض يأثر على وظائف الجسم، يأثر على الكلى، يأثر على الشعر وغيره. عندنا وقت قبل الفاصل أتكلم شوي عن موضوع. شكرا لك يا أيمن، أيمن عطاني قال لي دكتورة سولفي عادي. بتناقش بس موضوع على السريع، شيء موضوع نوع من انواع الصداع. امس جتني نوبه من نوبات الصداع النصفي الشديده، وايد جتني اسئله شو نسوي وكيف نعرف صداع نصفي وكيف علاج الصداع النصفي. فقلت هو فعلا موضوع ساخر، ودائما نسال في العياده عن الصداع. صداع ممكن احد اكثر اسباب الزيارات في للعيادات تكون. مهم جدا نعرف ان الصداع النصفي نوع من انواع الصداع اللي دائما يجي لصوب واحد من الراس. في فكره خاطئه عند الناس ان الصداع النصفي لازم يجي في نفس الجهه كل مره، مو شرط. الصداع النصفي بالعاده يتبادل من اليمين الى اليسار او من اليسار الى اليمين حسب كل مره. درجات الصداع النصفي تتفاوت. في ناس يوم صداع نصفي لكن يكون خفيف بشكل متكرر، لكن يكون خفيف. في ناس يوم نوبات الشديدة بصداع النصفي اللي يصحبها الإنسان ما يقدر يطلع من البيت، ما يقدر يتحمل الإضاءة، ما يقدر يتحمل الروائح، ما يقدر يتحمل الأصوات. في درجات من صداع النصفي. للأسف تكرار استخدام مصطلح صداع النصفي خلى الناس تتوقع أنه شيء عادي وشيء كل حد يجيله، ومو لازم تشخيص ومو لازم تشوف الطبيب، وهذا مفهوم خاطئ. لازم إذا أنت تشكو من صداع متكرر يجيك بالعادة من غير سبب، لازم تحصل على تشخيص من الطبيب أولا، يعني تشخيص مبدئي من الطبيب إن هذا فعلا مجرد صداع. ترى الصداع حتى لو كان صداع نصفي ممكن يكون له وايد أسباب عضوية تبرز على السطح مثل ما يقولون كصداع نصفي. فما ناخذ أنا والله أنا عندي صداع نصفي وأختي عندها وربيعتي في الدوام عندها وأخوي يقول عنده والناس عندها، والناس كانت تتكلم عن صداع النصفي وصداع بشكل عام إنه هو عرض عادي وما ما يحتاج زيارة أو تشخيص. دائما
الصداع هو عبارة عن عرض يحتاج إلى تشخيص مبدئي. شو نسوي لو عندنا صداع متكرر؟ أول شيء روح طبيب الأسرة يطلب لنا مجموعة من التحاليل. ليش؟ أحيانا صداع النصفي يكون سببه فقر الدم، أحيانا يكون نقص فيتامين د شديد، ممكن يكون نقص معادن أخرى، ممكن يكون عندكم أمراض تبرز كصداع نصفي. بعدين طبيب الأسرة لما يسويكم كل التحاليل ويصحح لكم اللي يحتاج تصحيح، الضغط عندكم، ممكن السكر عندكم، ممكن الحديد عندكم، يحولك على طبيب الأعصاب اللي في عيادات الصداع الموجودة في عيادات البرشة وند الحمر، عشان يعطيكم يسويكم أشعة، ممكن تحتاجون أشعة مقطعية، تشخيص معمق أكثر، عشان يوصل تشخيص إن هذا هو صداع النصفي. لكن رجاء اللي يصداع متكرر لا يأخذ ببساطة إنه والله صداعي زين أخذ حبتين أيا كان الدواء وأتحسن، فبالتالي خلاص ما في داعي تشوف الطبيب. خذوا ولو تشخيص مبدئي واحد، وإذا قالكم هذا مجرد صداع نصفي خذوا النصائح كيف ممكن تتفادون أو تقللون من نوباته، وبعد هذا ممكن تسوون علاجات اللي انتم تحبونها في البيت. حنطلع ان شاء الله الحين فاصل، بعد الفاصل ان شاء الله راح يكون عندنا باقي مواضيعنا الشيقة في صحة وسعادة، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. نذكركم أرقام التواصل على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006. تعتبر إدارة حماية الصحة العامة جزءاً رئيساً من منظومة الوقاية التي تمتلكها هيئة الصحة بدبي، ودور الإدارة واضح في هذا الجانب، حيث يرتكز هذا الدور في التوعية الصحية وتنمية الوعي المجتمعي بالأمراض والإصابات والوقاية منها ومكافحتها، فضلاً عن حملات التوعية والتثقيف والتدريب للفئات السكانية المختلفة، وتنفيذ مبادرات الوقاية الأولية والتحري والكشف المبكر والرصد الصحي وتقديم خدمات الصحية بأفضل جودة ممكنة. بنتكلم عما تقوم به هيئة الصحة بدبي في هذا الشأن وجهودها المبذولة على صعيد رصد الأمراض السارية. يسرنا يكون معانا اليوم عن طريق الهاتف الدكتور حمد النيل، أخصائي الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي. يا صباح الورد دكتور حمد. صباح النور لك وصباح النور لكل المستمعين الكرام وضيوفك في الاستوديو. أهلا فيك دكتور حمد. تعطينا أول شيء نبذة، ما هو نظام رصد الأمراض السارية؟ طيب في البداية شكرا جزيلا لكم ولتحتكم فرصة لتوضيح الدور الأساسي اللي بتلعبه الإدارة حماية الصحة العامة. نظام الترصد والاستجابة بالنسبة للأمراض المعدية هو نظام أو يتبع لقسم الطب الوقائي، وقسم الطب الوقائي يعتبر أحد الركائز الأساسية لإدارة حماية الصحة العامة بهيئة صحة دبي. وكما تفضلت أنت في البداية عن الأدوار والمسؤوليات، اللي أهم شيء فيها هي حماية المجتمع والتأكد من الحصول على مجتمع معافي وسليم وصحي. الدور حقيقة نظام الترصد والاستجابة بشكل عام هو يعني نظام بخص الإبلاغ عن الأمراض المعدية. نعم. وبيسموه سيرفيلانس سيستم، ودي كل هذه الأشياء يعني تم تأسيسها والآن العمل فيها وتنفيذ كل نشاطاتها والتبليغ اللي هو مبني على قانون الاتحادي، والقانون الاتحادي للأمراض السارية ل 2014 تم تحديثه في 2014. فبناء على هذا القانون يوجد هذا النظام الموجود لتبليغ كل الحالات المعدية في إمارة دبي أو حتى على مستوى الإمارات، وفي نفس الوقت هو بيتبع لكل المقاييس والمعايير العالمية اللي هي بتوصيبها منظمة الصحة العالمية WHO أو حتى المركز الوقاية للأمراض المعدية الأمريكي اللي هو CDC أطلنطا. نعم. طيب. الشيء النظام الترصد هو عبارة عن نظام شامل وهو نظام إلكتروني بسيط جدا، بتقوم هيئة الصحة في دبي اللي هو ممثلة في الطب الوقائي في إدارة الصحة العامة بوجود نظام إلكتروني شامل يربط كل مؤسسات الصحة دبي اللي بتقدم الخدمات الصحية من مراكز ومستشفيات. كذلك برضو يوجد نظام إلكتروني برضو آخر يربط المستشفيات والمراكز الخاصة الموجودة في إمارة دبي. بيعمل هذا النظام على تحديد أمراض معدية معينة مقسمة بفئات، اللي هي الفئة ألف اللي هي تعتبر فئة خطرة جدا لابد من التبليغ عن هذا المرض في خلال 24 ساعة. نعم.
إما بالنظام الإلكتروني أو حتى إذا لزم الأمر لوجود أي أعطال هنالك توجد تلفونات اللي هو هوت لاين خطوط مباشرة تشتغل 24/7 يعني على مدى الأسبوع لاستقبال أي حالة طارئة في حالة إنه لا قدر الله حصل أي إشكالية فنية في الاي دي في الكمبيوتر في التبليغ فما بيعني إنه نحن ما مفروض السيستم يكون موجود يعني. في جزئية أو مجموعة من الأمراض القائمة بها تعتبر هي الأمراض اللي لابد من التبليغ عنها في خلال 48 ساعة. في الليستة الأخيرة من الأمراض يتم التبليغ عنها خلال 5 أيام عمل. في كل الأحوال النظام بيقوم بتلقي البلاغات من كل المؤسسات الصحية الموجودة في إمارة دبي عن طريق الطريق الإلكتروني أو التلفون في الحالات الطارئة، وبيقوم بجمع البيانات والتقصي فيها على ضوء طبعا بعد ذلك إعداد تقارير معينة وإحصائيات معينة بتورينا بالضبط ما هي الأمراض المنتشرة، ما هي الأمراض الممكن تجينا، لأنه زي ما كل الناس عارفين تقريبا أو ما معلوم للجميع إنه دبي هي عبارة عن خط كبير جدا يعني للسياحة للتجارة لقيرو المطارات الترانزيت، فبنتوقع إنه مختلف الجنسيات مختلف الناس الممكن يجون من مختلف أنواع العالم، فبالتالي كل واحد فيه ممكن يكون هو عبارة عن ناقل لبعض الأمراض الفيروسات البكتيريات اللي ممكن تختلف من دولة لدولة على حسب الموقع الجغرافي بتاع كل دولة على حسب الملف الإنبائي الموجود في كل دولة، فبالتالي هذه البيانات بتدينا نحن فكرة كويسة جدا عن شنو الأمراض اللي بتكون تكون موسمية كالأنفلونزا، عن شنو الأمراض الممكن تجينا منتقلة من أفريقيا من شرق آسيا من كل أوروبا من كل المختلفة الأشياء. ده بيخلينا ان احنا نطلع بتقارير واحصائيات سليمه مبنيه على اسناد علمي مبنيه على نظام تغصي وترصد بتلقى كل الامراض، فده بيقوم بيخلينا انه نضع خطه ونضع تدابير وقائيه بيخلي حتى متخذي القرار في اتخاذ القرارات السليمه وتوجيه الجهود للاولويات المفروض نشتغل عليها عشان نتاكد من حمايه المجتمع من بعض الامراض، تقليل العبء على الأمراض اللي بتحصل. يعني أنا أحمل مرض خالص والحمد لله الأمراض المزعجة جدا حتى بالرغم من وجود كمية من الأشخاص اللي بيجوا من مناطق معينة فيها أو بيها قادرين تكونترول الحمد لله عن طريق النظام مراقبين، حتى الأمراض اللي بتحصل كالإنفلونزا الموسمية وغيره نحن قادرين نضع لها ترتيبات الوقائية من تطعيمات ولقاحات وإرشادات صحية وتصفية، فبالتالي بتخلينا من نقلل من خطورة المرض إذا حصل أو حتى نقلل من احتمالية الوفيات أو الإصابات أو الإعاقات الدائمة من الأمراض كشلل الأطفال كالتهاب السحايا وكغيره مما شابه. فبيعتبر النظام ده هو نظام شامل بيجمع كل إمارات دبي، والهدف منه الأساسي إنه الإحصائيات والمعلومات السليمة اللي هو بتساعد في وضع الخطط وتدخلات الممكن تكون مفيدة للمجتمع، على ضوءها بتتبني الرسائل الصحية للتثقيف، على ضوءها بتتبني الإرشادات والتوجيهات للمجتمع، على ضوءها بتتخطى اللوائح اللي بتنظم الصحة المدرسية وبتضمن سلامة الطلاب في المدارس، على ضوءها بتطلب نصائح لكل الناس المسافرين عبر دبي أو المسافرين خارج دبي، على ضوءها بتضع بعض التراتيب الوقائية اللي بتخلينا نحن نستعد في حالة وجود أي أوبئة في المناطق المجاورة في الدول المجاورة في القارات أو في كل الجهات المختلفة. هذا النظام يساعد علينا نحن بالنسبة لنا يعني هو كشاشة أو كسكرين خلينا نحن نعاين ونراقب العالم ونعرف ما يدور وما يجري وما هي الأمراض الأكثر خطورة في هذه الفترة والفترات القادمة، حتى كمان بدي الناس فكرة بتاعت كل الشغالين كل المهنيين الشغالين في المجال بدي مساحه بتاعت تملكك معلومه تقدر انت تعمل بها خطط استباقيه صحيح. اللي هو زي كانك البريدكشن تتنبا بما يمكن ان يحدث، وبناء على هذه المعلومات البيانات يمكن ان تضع يعني تحوطاتك باعتبار انه الوقايه خير من العلاج، فده بيصب في صميم الركائز الاساسيه بتخلي اداره حمايه الصحه العامه اللي هي الصحه دبي بأنها تقوم بالدور المناط بها اللي هو دور بتماشى وبيحتك بالمجتمع مباشرة وبيعمل على حماية المجتمع أوكي، والعمل على تقليل أكبر حدوث من الأمراض المعدية الممكن تؤدي إلى زيادة الإصابة وبتؤدي إلى الإرهاق في المرحلة العلاجية على مستوى المستشفيات، وبالتالي بيكون التكلفة أكبر
واكثر وقت تكون المساله علاجيه. فبالتالي ده النظام اللي ممكن يساعد هيئه الصحه العامه اداره حمايه الصحه العامه في تحقيق اهم اهدافه ومسؤولياته بالنسبه لحمايه الصحه العامه او حمايه المجتمع والتاكد ان المجتمع صحي سليم معاق. ممتاز. دكتور حمد على السريع نذكر اهميه تضافر الجهود يعني لانجاح مثل هالبرنامج وهالمبادره الرصد. شو اهميه تضافر الجهود عشان ننجح في التحكم الامراض الساريه او رصدها؟ تمام. ده شيء جميل جدا ومفترض انه نتعرض له. اساسا هو النظام يقوم اساسا على تضافر الجهود والتعاون المشترك والتواصل الناجح ما بين الادارات المختلفه. نعم. تحديدا داخل الهيئه هيئه الصحه دبي، وده الشيء الاساسي احنا بنعتمد عليه في نجاح البرنامج. يعني اديك امثال معينه في اداره الامراض المعديه داخل مستشفى راشد، داخل مستشفى دبي، داخل مستشفى لطيفه، داخل المستشفيات، المراكز الصحية على 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 مستوى في قطاع الرعاية الصحية الأساسية يعتبر شريك أساسي جدا في تبليغ هذه الأمراض. الإنفكشن كنترول اللي هو الحماية والمكافحة للأمراض المعدية يعتبر شيء أساسي جدا في تنفيذ البرنامج وفي البلاغات. إدارة اللقاية اللياقة الطبية تعتبر شيء أساسي جدا في تحديد اللياقة و اكتشاف بعض الأمراض الممكن تكون هي معدية بالنسبة للناس اللي وافدين الواصلين لإجراء اللياقة الطبية والتأكد من سلامتهم قبل اندماجهم في مجتمع دبي. فهؤلاء إدارات مختلفة، إدارة المعمل اللي هي إدارة أساسية نحن نعتمد عليها في التأكد، أو المختبر، إدارة المختبر والوراثة والمعمل، إدارة الصيدلة في توفير بعض الأدوية والعلاجات الوقائية واللقاحات. فلا بد من تضافرها كل هؤلاء الإدارات والجهود تكون بشكل منظم وباستراتيجية معينة. وتوجد الآن بالمناسبة توجد الآن سياسة بالنسبة للأمراض المعدية، الأمراض الصحية الوقائية، مجازة من المجلس التنفيذي، مسؤولة من إدارة حماية الصحة العامة، الطب الوقائي، ومذكور فيها نظام الترصد هذا مبادرة كبيرة جدا. وتوجد أرضية معينة بالنسبة للتسيق ما بين الإدارات، وده الشيء المهم جدا. الإضافة لأنه الجهود ما تجاوزت دور المجتمع، تمام؟ نعم. فإدارة الصحة، إدارة حماية الصحة العامة ذات نفسها توجد فيها أربع أقسام. إضافة للطب الوقائي اللي هو بيعتمد أو هو البديل نظام الترصد للأمراض المعدية، توجد إدارة، يوجد قسم التثقيف الصحي، اوكي، يوجد قسم الصحه المدرسيه، ويوجد قسم الدراسات والمجتمع. فديل بيعملوا كلهم مع بعض للتاكد من تضافر الجهود على مستوى المجتمع، على مستوى الشركاء، على الخارجين، على مستوى المجتمع، من مجتمعات، من منظمات المجتمع المدني المختلفه، من الجهات المختلفه. بالاضافه لانه لابد من انه نذكر هنالك تعاون خارج المنظومة بتاعت هيئة الصحة دبي مع الشركاء الخارجيين، على رأسهم بلدية دبي. نعم. كيف التأكد من الأمراض الممكن تكون معدية، منقولة بالقذاء، منقولة بالمياه، منقولة بالتلوثات البيئية، لأنه ده شغل التدخلات فيه بتكون مسؤولية البلدية كما معلوم للجميع. نعم. فلابد من تضافر الجهود الداخلية على مستوى الهيئة والخارجية، اوكي، ووضع استراتيجيات معينة بتأكد سلامة وتنفيذ كل التدخلات الوقائية اللي في النهاية كلنا بنصب في هدف واحد. صحيح. اللي هو توفر الحماية وتوفر التأكد من مجتمع صحي معافى سليم، اوكي، وتحديدا الفئات الأكثر عرضة للأمراض من الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن، برضو لهم الأولوية ولهم الأهمية بشكل خاص باعتبار أن يعتبروا أكثر عرضة في ضمن أفراد المجتمع. صحيح. شاكرة لك دكتور حمد النيل أخصائي الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي هذه المداخلة بخصوص برنامج نظام رصد الأمراض السارية. شكرا لك ونهارك سعيد. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا للجميع.
ما شاء الله دكتور حمد كفى ووفى ما شاء الله في تغطيته لبرنامج نظام رصد الأمراض السارية، وما شاء الله يعني مثل ما تفضل دكتور حمد وقال إنه رصد الأمراض السارية يساعد جدا في تحسين مخرجات هذه الأمراض، تقليل التكاليف، تقليل انتشارها، وبالتالي طبعا مجتمع ينعم بصحة وبسعادة. حنطلع إن شاء الله الحين فاصل، بعد الفاصل حيكون معانا ضيف تعودتوا على وجوده من فترة وفترة في صحة وسعادة، الأستاذ سالم بلاحج مدير صندوق الصحة في هيئة الصحة بدبي، راح يكون معانا ويكلمنا عن جهود الهيئة الإنسانية وللمرضى المعسرين، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة، صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة، للتواصل على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006. في إطار حرصها على تعزيز العمل الخيري والإنساني الذي يتسم به المجتمع الإماراتي وتقديم الدعم اللازم للمرضى المعسرين على وجه التحديد، أبرمت هيئة الصحة بدبي العديد من مذكرات التفاهم، ووثقت الهيئة شراكتها مع جميع الأطراف المعنية من المؤسسات والهيئات والجمعيات. إلى جانب ذلك حرصت الهيئة أيضا على تضمين هيكلها التنظيمي صندوقا خاصا وهو صندوق الصحة لتمثيلها في جميع الأعمال الخيرية والإنسانية والمجتمعية التي توليها اهتماما بالغا، وتعمل على توسيع دائرتها لزيادة حجم المستفيدين من هذه الأعمال النبيلة. بنتكلم حول هذا الموضوع، يسعدني يكون معانا اليوم في الاستوديو الأستاذ سالم بلاحج مدير صندوق الصحة في هيئة الصحة بدبي. يا صباح الورد أستاذ سالم. صباح الخير دكتورة، نورتنا نورتنا. الله يطول عمرك. الله يسلمك. ما شاء الله صندوق الصحة ما شاء الله يعني بصماته واضحة سواء في الهيئة أو خارج الهيئة، فخلينا نتكلم أول شيء ما هو صندوق الصحة وشو مبادرات الجديدة للصندوق؟ وطبعا شكل ما قلتي انت دكتوره ان يعني حرصت الهيئه ان تكون مكتب صندوق الصحه في الهيكل الجديد لهيئه الصحه يعني، وطبعا هو كان يعني باستقطاب الاموال او الدعم المالي لتقديم خدمات انسانيه للمعسرين طبعا. اضيف له طبعا في القرار او في المهام الجديده ان يكون في دعم او يكون هو دعم لل الأبحاث، ويكون دعم للابتكار والبنية التحتية لهيئة الصحة يعني. فبيكون في توجهات كثيرة لصندوق الصحة إن شاء الله يعني في المرحلة الجاية في دعم يعني أو إشراك المجتمع مع الهيئة في يعني تحسين الخدمات، وفي طبعا دعم الحالات الإنسانية وبرامج إن شاء الله تكون متطورة تدعم المجتمع يعني إن شاء الله. إن شاء الله نتكلم عن المبادرات، شو مبادراتكم الجديدة في الصندوق الحين؟ طبعا الهيئة أو صندوق الصحة يعني من بداية وجوده في صندوق في هيئة الصحة كان له العديد من المبادرات الإنسانية لدعم الحالات الإنسانية بشكل عام. نعم. كانت مبادرات عامة في البدايات اللي هو نحن نسميه مبادرة أو مظلة سعادة، اللي هي كانت دعم الحالات الإنسانية بشكل عام. نعم. من الموعد لغاية حتى العمليات. طبعا شفنا حاجة الميدان أو بتوجه يعني بسؤال بعض الدكاترة اللي هم عندهم استعداد أنهم يبغون يتعاونون ويا الصندوق، أن في مبادرات يعني نفذناها من خلال حاجة الميدان يعني مثل أنقذ قلبا. كان المريضي ممكن احنا كنا نساعده في القسطرة ويطلع، بس ممكن تنتكس الحالة ممكن ما يقدر يشتري الأدوية. صح. فنفذنا برنامج مع الأخوان في قسم أو القسطرة في مستشفى دبي بدينا. نعم. على أنه يكون في باكج أو متكامل يعني من دخول المريض وعلى أنه الطبيب يخصص أن المريض هذا يحتاج له قسطرة يعني سريعة. نعم. إلى يعني مثلا حددنا لأن حالة الإنسانية ما تسمح أنه يدخل القسطرة هذه، قدرنا أن احنا ندخل في أن نسوي له برنامج متكامل من القسطرة إلى إعادة تأهيل القلب بعد القسطرة. ممتاز. إلى أدوية لمدة 6 أشهر تقريبا، تصوير القلب بعد القسطرة ومراجعة الطبيب مرة أو مرتين.
يكون باكج متكامل. نتائجه طبعا كانت إيجابية الحمد لله. المريض المعسر في بلادنا وخاصة في مجال القلب وياي شو ما يقول أنه يشتغل في البلاد ويكون نفسه ويكون عنده صعوبة في مسألة التغطية هذه، احنا رجعنا الحمد لله بفضل الله أنه يرجع يكون هو يعني منتج من أول وديد ويكون يعني متابع طبيا مع في المبادرة هذه. صحيح. إلى جانب احنا الفترة الأخيرة كان في حاجة لمرضى الكلى بتوجه من الأخوان في قسم الكلى أن نبغي مبادرة تدعم مرضى الكلى. المريض الكلى يوم يشخص أنه يحتاج لغسيل أو هذا، فكان في السابق أنه يعملوا القسطرة أو الغسيل العادي ويضطر وجوده في المستشفى يمكن 4-5 أيام يعني هذا. فكانت الفكرة أن نحن نطلق مبادرة جديدة هي أن نحن نركب له القسطرة الدائمة بالتنسيق مع الأخوان في قسم الكلى. والقسطرة الدائمة طبعا لها تكلفة يمكن تشمل تركيب القسطرة الدائمة إلى جانب طبعا التحاليل الأساسية اللي هي تحاليل الدم الأساسية اللي هي أساس أنه ما يكون عندك أبد وباي أو HIV هذه أساس أنه يدخل في البرنامج نفسه. إلى جانب مثلا تهيئته لأن يكون أن يا أنه مريض داخل الهيئة ويقدم يكون الغسيل في الهيئة أو أنه يطلع في أي مركز خاص ويكون يعني مهيئ للغسيل يعني. فإن كنا هيئنا لخمسة أيام تقريبا غسيل ويكون طلع المريض يعني في هالحالة جاهز أن يكون يعني بدون أي مضاعفات. أنت طمنت أن الجهاز شغال. التكلفة يعني كانت بين 14,000-15,000 درهم. الحمد لله من انطلاق المبادرة لغاية الحين قدرنا نغطي أكثر من 15 حالة. يعني شكل ما تقول المرجعية منهم أنهم مبادرة جيدة والجماعة يعني ما كان يتوقع أنه مثلا بيدخل وبيتركب له قسطرة دائمة ويعني بيمارس حياته بدل ما يكون نايم في المستشفى أنه هي فترات الغسيل فقط. وهذه يعني قللت وجود المريض في المستشفى وإلى جانب أنك أنت قدمت لخدمة مميزة يعني. بالضبط صحيح. فهذه الحالتين اللي نحن يعني اجتهدنا فيها في الفترة الأخيرة وشفنا فيها النتائج ملموسة يعني الحمد لله. طبعا هذا كله نحن بعد ما ننفذ البرنامج أو نشتغل على البرنامج نعرضه على الجمعيات وعلى متبرعين والحمد لله يلقى صدى طيب يعني في منهم عندهم يعني. ممتاز. الموارد اللي تستخدم عشان تطبق مثل هالمبادرات الضخمة من وين تيجي هالموارد؟ يعني طبعا نعتمد على التبرعات. نعم. يعني من الجهات الخيرية ومن المحسنين يعني. ومثل البرامج لما نعطي نتائج لها يكون المردود أحسن يعني. أنت يمكن المتبرع السنة الأولى يتبرع بجزء، يوم تعطي نتائج إيجابية صحيح. ممكن يتبرع لك بمبالغ أكثر يعني. فالحمد لله بنينا البرنامج على تبرعات أو تخصيص مثلا برنامج الكلى للمحسن الفلاني أو المتبرع الفلاني أو يكون شريك دائرة الشؤون الإسلامية يعني. بهالأسلوب نحن ننفذ البرامج اللي موجودة عندنا يعني. ممتاز. شو نوع المساعدات اللي تقدمونها وحجمها؟ طبعا الهيئة أو مكتب صندوق الصحة يعني بدعم الهيئة طبعا برامج كثيرة الهيئة تقدمها، منها المساعدات اللي هي العلاجية بشكل عام، إلى جانب طبعا نحن يعني نفذنا برنامج سعادة أو مظلة سعادة أو مساعدة. نفذنا المبادرات هذه، ننفذ في الوقت الحالي أو بالتنسيق مع مستشفى لطيفة العيادة التطوعية، ممكن سمعتي عنها قبل. العيادة التطوعية طبعا من البرامج اللي نحن نعتبرها برامج تطوعية بالنسبة للأطباء والقسم الإداري أو الطاقم الإداري والتمريضي. إلى جانب الهيئة وفرت المكان له العيادة وهذا، وإحنا ندعم البرنامج بتكلفة علاج المرضى. بديناها بالأشياء البدائل الرئيسية اللي هي الفحوصات، الأدوية، التحاليل، وصلنا لغاية أن حتى المريض ممكن يعني نتكفل بعملية وطبعا بالنسبة للأمراض النسائية طبعا صحيح. من الفحوصات العادية لحتى أمراض الأورام وإزالة الأورام، والحمد لله قدرنا نغطي يمكن أكثر من
15 جنسية طبعا حالات معسرة يعني طبعا تقيم عن طريق الخدمة الاجتماعية في المستشفى، ويكون احنا عندنا النظام العيادة التمريضية او العيادة التطوعية يوم في الاسبوع من كل يعني في الشهر. نعم. في الشهر يمكن 4 عيادات. نعم. والحمد لله قدرنا يعني نطلق يعني مبادرة تطوعية نوعية يعني تكون متخصصة يعني. ممتاز. إلى جانب طبعا احنا الحالات الإنسانية العادية يعني اللي هي او الديلي شكل ما نقول هذه العمل اليومي يعني هم. نعم. الحالات العادية اللي هي تحتاج لها عملية، تحتاج يعني فحوصات تحاليل، فغطينا يعني يمكن جميع الجوانب اللي هي بالنسبة للحالات المعسرة يعني. ممتاز. نتكلم شوية عن العيادة التطوعية في مستشفى لطيفة، من الكادر اللي يشتغل فيها؟ من الناس اللي بيستفيدوا من هالعيادة التطوعية؟ العيادة التطوعية طبعا احنا قلنا خصصناها لأمراض النساء. بدأت الفكرة من الإخوان، من دكتورة طبعا مديرة المستشفى كانت هي أول يعني المشاركين في العيادة. نعم. بدأت الفكرة من يعني أنا مو الفكرة موجودة بس تبغي لها دعم. الحمد لله قدرنا إحنا نسوق لها بالنسبة للمحسنين، وبدينا الفكرة أن خصصنا لها موازنة من خلال صندوق الصحة. شفنا فيها نتائج إيجابية، أن الحالات المعسرة احتمال ما تنطبق عليها بعض الشروط اللي هي أوراق ثبوتية معينة. صحيح. أو نقص في بعض الأشياء، والطبيب يقول لك أن هذه في حاجة أنك تعمل له الإجراءات هذه، فالأخوات يدخلون في البرنامج يشخص طبعا ويبدأ برنامج العلاج 3 ساعات اللي هي من 2:30 بعد نهاية الدوام الرسمي للأطباء، تتغير العيادة العادية لعيادة تطوعية. ممتاز. وفيها طاقة متكامل يعني من إداري لصيدلة لممرض لطبيب يعني حتى المختبر الصيدلة كله يكون موجود، فيك بعد نهاية علاجه ترفع طبعا الحالات هذه للمكتب. ممتاز. تعتمد يعني كحالات إنسانية. ممتاز. وإن شاء الله. ممتاز ممتاز. أستاذ سالم، لو في حد حاب يتبرع يساهم معاكم في صندوق الصحة، كيف يتبرع معاكم إذا حد من داخل الهيئة أو من خارج الهيئة؟ طبعا احنا يعني في الحساب الرسمي اللي هو حساب الدونيشن او حساب المساعدات يعني موجود في الهيئة، ممكن يعني اللي حاب يتواصل ويانا نمول ان يعني نزوده بالرقم الحساب، نعطي رقم الهاتف مثلا او ايميل يتواصلون معاه. هي ممكن يعني التواصل عليه ويانا على ممكن 04219-7406. اوكي 7406. هي ممكن تواصل يعني ونعطي نحن الارقام المطلوبه اللي هو اذا حابنا. نحن طبعا كسبنا متبرعين، كسبنا برامج زكاه. نعم. بالنسبه طبعا بالرجوع للشؤون الاسلاميه يعني اعتمدوا ان في بعض الحالات الانسانيه مثل المرضى يعني يجوز عليهم الزكاه، ففي اخوه دائما يعني ممكن مستمرين من انطلاق برامجنا أن زكاة مخصصنا أو جزء من زكاة مخصصنا لدعم الحالات الإنسانية. في عنا متبرعين على طول السنة يعني يمكن في الشهر ينزل من جزء من راتبه أو جزء من تبرعه لهذه، فصار لنا الدعم مستمر يعني. ممتاز. والحمد لله قادرين نطور أفكارنا يعني. في سؤال، هل يمكن مساعدة مواطن عنده بنت متأخرة ذهنيا ودخله لا يكفي؟ يعني العلاج أتوقع ما ذكره داخل الهيئة أو خارج الهيئة. إحنا بالنسبة لأصحاب الهمم طبعا التوجه واضح بالنسبة لأصحاب الهمم وكبار السن. نعم. بالنسبة للمواطنين إحنا مركزين بالنسبة لأصحاب الهمم والهذا أن نوفر لهم الأشياء الأساسية. نعم. اللي هم إن كان يحتاج له سرير، ويلتشير، جهاز أكسجين، الأجهزة الثانية اللي هي التعويضية مثل ذراع صناعي أو سماعات وهذه. ممتاز. فقدرنا أن نحن يعني الحالات هذه طبعا بالتنسيق مع التمويل الصحي أو التأمين الصحي أن مثل الحالات هذه مدام مواطن يكون عنده تأمين، فالتأمين يغطي جزء، وفي حالة أن عدم مقدرته أنه يغطي نحن الحمد لله قدرنا نخصص جزء من التبرعات أو المساعدات هذه لمثل هاي الحالات الإنسانية. فالحمد لله أننا نحن الحالات اللي تحتاج دعم إنساني ومن أصحاب الهمم وكبار السن قادرين نوفر لهم أجهزة طبية.
بشكل عام. طلعنا بفكرة جديدة اللي هي إعادة تدوير الأجهزة هذه. في حالة أنا عائلة مثلا استغنت عن أجهزة، يعني لا سمح الله وفاة أو أن المريض استغنى عن الأجهزة هذه، فممكن نحن نستقبل التبرعات هذه الأجهزة هذه ونعيد تدويرها لناس محتاجين آخرين. ممتاز. يعني فالحمد لله مثل هالبرامج يعني مستمرة، ممكن في فترات يكون عندك أنت أجهزة أكسجين، أجهزة أسرة، كراسي، فيتواصلون معكم على الرقم مباشرة، ونحن ننسق وياهم أن حتى نوصلهم لغاية بيوتهم ونستلم تبرعاتهم هذه. يعني بنذكر بس بالرقم 0421974406، هذا وايد مهم بالنسبة لعندهم. أيضا مثل ما ذكر أستاذ سالم الأجهزة اللي ممكن يسوون معاد تدوير سلندرات الأكسجين، الكراسي المتحركة والسراير وغيرها. والله إحنا كان ودنا يعني نتكلم أكثر ونستفيد في موضوع المساعدات والجهود الإنسانية لهيئة الصحة، بس داهمنا الوقت. أنا شاكر لك أستاذ سالم باللاحج مدير صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي، وجودك معنا اليوم، وأكيد لنا لقاءات إن شاء الله ثانية. يعطيكم ألف عافية على جهودكم. إحنا وصلنا لنهاية برنامج صحة وسعادة لليوم. أشكركم على استماعكم للبرنامج، إن شاء الله كنا خفاف عليكم على مدى هذه الساعة الإذاعية. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله بالغد، نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.